بسم الله الرحمن الرحيم. لا حضرتك شخص زملكاوي محترم، هيكون كل همك ان انت مترقب بدايه الزمالك بكره، وتمام مواليد العرب هتكون دايما شايف ان والله كويس ان الفرقه محافظه على قوامها، مصطفى محمد موجود، بن شرقي موجود، ونجم موجود، فرجاني موجود، كل اللعيبه المميزه موجوده، حتى احمد سيد زيزو موجود. فبالتالي لو قابلت كابتن ايمن يونس ويف سجنه الكوره في الشارع بعد صلاه الجمعه اكيد هتسلم عليه وتشكر الراجل على المجهود اللي بيعملوه جوه نادي الزمالك، مش تقعد ان انت تتخانق معاه. هل موضوع الخناق مع كابتن ايمن يونس ده صدفه؟ صديقي احنا اتعلمنا ايه في البلد دي؟ مفيش حاجه في مصر بتحصل صدفه. ايوه اوعى تصدق الكلام بتاع ان فعلا شويه شباب طلعوا على كابتن ايمن بعد الصلاه وناقشوه في قضيه نادي الزمالك وبعد كده اتحجموا على كابتن ايمن. هي كل حاجه في مصر معروف ان هي ليها اسبابها، بس احنا طبعا بنخاف نقول الاسباب. بص للامانه بتاعت ربنا امبارح كان في خبر نازل في المصري اليوم بيقال ان كابتن فاروق جعفر وكابتن ايمن يونس اتخانقوا مع بعض في حضور سياده وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وكابتن ايمن يونس اتهم كابتن فاروق جعفر ان هو مسك كذا مره في الزمالك ومع ذلك الراجل فشل، وكابتن فاروق جعفر برضه رد عليه والموضوع كان كبير وسخن. وطبعا كابتن ايمن يونس شغال تصريحات وفي بعض المتملكين بيحاولوا يقعوا النادي، والنهارده الناس تعتدي عليه. طب انا اقول لك ايه، الناس دي مش محرضه خالص، لا في تحريض في مصر، لا الناس دي اكيد واخده فلوس. كلامنا موجود في عالم كره القدم، ما تشتغلوناش يا جماعه. يا جماعه ده امبارح بام عينينا كنا في نادي بني سويف الرياضي، النادي تعادل، النادي خسر ماتشين مع كابتن ايمن مزين، مجلس الاداره منقسم على بعضه، فبعتوا جمهور بيقول لك ان هم من رابطه النادي راح بوظوا التمرين وخلوا كابتن ايمن ما ينزلش التمرين. صدف، كل حاجه في البلد دي صدف. معرفش والله يا اخي، يمكن كل حاجه فعلا بتحصل صدفه، حتى الاعتداء على كابتن ايمن يونس في ظل ظروف الفريق وارتباك الفريق زي ما كان بيتقال. ارتباك ايه يا ابو ارتباك لا مؤاخذه يعني؟ هتقولي صفقه امير عادل، طبيعي باتشيكو ما شافش امير عادل جوه الملعب، فما فيهاش اي حاجه لما تطلب من امير ان تنزل جوه الملعب، انما اللاعب يتكبر ويقول لك انا مش هنزل الملعب، انا امير عادل، انا رونالدينيو ومش عارف الدنمارك او رونالدو، انزل يابا وريني بياضك في الملعب، انت مش عندك ثقه في نفسك، انزل الملعب وريني انت كويس ولا لا. كابتن امير ما نزلش، باتشيكو قال لك مش عايزه، خلاص كابتن ايمن نونس ليه بقى يتسال على الحوار ده؟ انا زي ما قلت لك انا اؤمن ان مفيش اي حاجه في البلد صدفه، اما لو انت بقى فاهم ان الاعتداء على كابتن ايمن نونس صدفه فالله اعلم بصراحه، اما لو انت عايز توديها ناحيه المشروع مرتضى منصور فمرتضى منصور هيبقى شماعه كده، اي حاجه تحصل في البلد دي هتتقع على مرتضى، مع ان الله اعلم برضو يعني الله اعلم، بس انا حبيت اوصل لكم الصوره كامله. كابتن ايمن نونس فعلا اتخانق مع كابتن فاروق جعفر، كابتن ايمن نونس شغال بقى له يومين على بيتكلم على قصه في ناس متملكه جوه النادي، ممكن يكون في ناس كتير قوي طمعانة في المكان اللي كابتن فيه ايمن يونس، مع ان كابتن ايمن شغال، الراجل مش شغال بفلوس، كابتن ايمن الراجل متطوع، بس عندنا في مصر هنا هم كده يحبوا قوي كراسي مجلس الاداره بتاع المتطوعين دي، سبحان الله كان فيها عسل موضوع التطوع ده، واشتغل في النادي، اشتغل يا جماعه يمكن الكراسي تطلع عسل وتبق عليكم، مفيش فايده والله في البلد، وكله صدف، مفيش اي حاجه بتحصل بالترتيب خالص.